السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ طالبات الصف الخامس الابتدائي مدارس عنيزة الاهلية، معاكم ميس نورهان، وان شاء الله النهاردة هناخد درس جديد سهل وبسيط، هو اخر درس في المنهج باذن الله، بيتكلم عن تمثيل البيانات بالقطاعات الدائرية. تمام، هنيجي نشوف اول حاجة امثلة على القطاع عشان اعرف يعني ايه قطاع. ناخد الاول امثلة على القطاعات الدائرية. اول حاجة لو عايزه اجيب قطعه بيتزا، اول حاجه احنا بنشتري البيتزا على بعضها كامله كده وعايزه اقطعها قطع، فانا بعمل قطاع دائري جواها. يعني مثلا لو انا عندي بيتزا زي دي وجيت انا عايزه اقطع منها قطعه، خلاص فانا قسمتها كده او قطعت منها حته كده، فتبقى الحته دي اللي انا قطعتها اسمها قطاع دائري، فتطلع مني الجزء اللي انا خدته ده، القطعه دي، فده اسمه قطاع دائري. طيب ناخد مثال كمان، لو عندي انا قطعه كعكه، خلاص لو عندي كعكة اهي زي اللي احنا عايزين قدامنا، او تورتة عيد ميلاد، وعايزة اعمل فيها قطاع دائري او اخد قطعة لنفسي انا، فبروح مقطعينها ازاي؟ فبروح جاية واخدة قطعة اللي انا عملته او الحتة اللي انا قطعتها دي اسمها قطاع دائري. طيب هننتقل على اللي بعده، عايزة اعرف بعد كده يعني ايه القطاع الدائري. انا خدت امثلة عليه، القطاع الدائري هو جزء من سطح الدائرة محصور بين نصفي قطرين وقوس. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي دائرة اهي، خلاص وجينا مركزها ميم، وجيت رسمت انا نصف القطر الاولاني، ادي نصف القطر الاولاني ونصف القطر الثاني، فانا كده عملت فيها قطعه، قطعتها كده قطعتين. فلو بصينا هنا للجزء ده، ادي نصف القطر الاول نصف القطر الثاني، وفي قوس بره اهو، ده هو القوس اللي عندي. يبقى القطاع الدائري محصور، الجزء الصغير اللي هنا ده اللي محصور بين ايه؟ بين نصف قطر ونصف قطر وقوس. تمام، طيب نروح للي بعده، ناخد امثله. اكتب الكسر الذي يمثل الجزء الملون. فعندي في الشكل الاولاني الدائره اللي عندي دي، شايفين الجزء الملون او القطعه، القطاع اللي انا عملته ده بيمثل ايه؟ بيمثل نصف دائره، بيمثل نصف دائره، مش هي نصها بالظبط؟ يبقى هنا القطاع اللي عندي ده عباره عن نص، نص واحد على اتنين. طيب اللي بعده، شايفين الشكل اللي بعده ده، لو قلنا القطاع اللي عندي بيمثل ايه ده يا جماعه؟ القطعه اللي انا قطعتها في الدائره دي هي ربع دائره، ربع دائرة، يبقى القطاع ده بيمثل ربع دائرة. تمام، طيب اجي للشكل اللي بعده، لو بصينا كده، لو عدينا كم قطاع عندي، ادي واحد اتنين تلاتة، يبقى الجزء الملون بيمثل تلت دائرة، تلت دائرة يعني واحد من تلاتة، يبقى هنا واحد على تلاتة، تلت دائرة. تمام، حسبناها ازاي؟ ان الاولاني دول كام واحده؟ دي واحده من اتنين، فتبقى واحد على اتنين نص دائره. التانيه دي ربع دائره، عرفت منين؟ نكمل نمد الخط ده هنا ومد الخط التاني ده هنا، فهنبص الاقي دي واحد اتنين تلاته اربعه، اربع قطع، يبقى انا خدت قطعه واحده من الاربعه يبقى ربع. اما دول ادي واحد اتنين تلاته، تلات قطع، يبقى انا كده خدت واحد بس او قطعه واحده بس، يبقى واحد من تلاته يبقى تلت. تمام يا حلوين. طيب نيجي للمثال اللي بعديه، بيقول لي مزرعة مساحتها 24 فدان مزروعة بالفاكهة والخضروات والزهور والنخيل، يمثلها الشكل المقابل، أكمل ما يأتي. يبقى أنا عندي الشكل اللي قدام الدائرة اللي هو رسمها دي ومجزأها أو مقطعها إلى قطاعات بتمثل مساحة مزرعة كاملة، هي مساحتها كام؟ 24 فدان. طيب أكملي الأسئلة الآتية، إذا كانت المساحة المزروعة بالخضروات 12 فدان، طيب لو جينا كده بصينا يا حلوين إن هما المساحة كلها أو الدائرة كلها 24، صح؟ طيب نص ال 24 كام؟ نص ال 24 12، يبقى معناها ان الجزء المزروع بالخضروات هيمثل نص الدائرة بالظبط. يعني الدائرة كلها 24، يبقى الجزء المزروع بالخضروات، يعني هحط هنا الخضروات، ده الخضروات. ليه حطينا النص الخضروات؟ لان هو قايل لي ان عددهم 12، فال 12 دي نص ال 24، يبقى معناها ان هي نص الدائرة. طيب نيجي للي بعده، يمثل القطاع باللون الأزرق المساحة المزروعة بالفاكهة، خلاص يبقى اللي باللون الأزرق دي الفواكه، دي الفواكه، حط لها مثلا فاء، أنا رمز فاء يعني فواكه، خلاص. طيب يبقى دي بتمثل كام؟ بتمثل ربع دائرة، صح؟ مش أنا عندي ربع دائرة اهو، طيب الربع ده يعني أخد ال 24 الدائرة كلها وأقسمها على أربعة عشان يطلع لي الربع ده بكام؟ الربع ده 24 قسمة أربعة ستة، يبقى ستة
خلاص 6، المساحة 6 دي هي بتمثل الفاكهة، يبقى الخضروات 12 ليه جبناها 12؟ لأن نص ال 24 12، والفاكهة 6 ليه 6؟ لأن هي ربع دائرة، فربع ال 24 يعني أقسم 24 على 4 بيساوي 6. وقايل لي آخر حاجة بقى إن مساحة الجزء المزروع بالزهور قد مساحة الجزء المزروع بالنخيل، هما الاتنين قد بعض، يعني دي الزهور تمام زاء وده النخيل اللي هي سميها نون. طيب مش دول الاتنين مع بعض ربع دائرة صح؟ يعني هما كمان 6، كل ده على بعضه 6، كل ده على بعضه ايه 6، الستة دي المقسومة الاتنين قد بعض، نص الستة كام؟ 3، يبقى دي 3 ودي 3 لانها هي كمان نصف دائرة، ف6 الستة دي لما اقسمها على 2 يبقى تبقى 3 و3، يبقى كلهم هيبقوا قد بعض 3. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي يصرف احد الموظفين راتبه الشهري على النحو التالي، بيشتري ب 200 جنيه من الراتب بتاعه ملابس، و800 جنيه طعام، و400 جنيه مواصلات وعلاج، و200 جنيه ايجار الشقة. مثل البيانات التالية على الدائرة المجاورة، هو مقسم لي الدائرة اهو تمام. هروح انا جايبه القلم بتاعي يلا ونشوف بقى مين اكبر واحد، مين اكبر حاجة؟ ال 800 اللي هي للطعام، اروح عند اكبر جزء في الدائرة احط ان ده الطعام. ليه حطينا ده الطعام؟ لانه اكبر حاجة عندي. طيب بعد كده في عندي 400 جنيه مواصلات وعلاج، مواصلات وعلاج اروح عند، شايفين بقى لي 3 قطاعات، في 2 قد بعض اللي هو الاحمر ده قد الاخضر ده ماشي، والاصفر ده اكبر منهم بشوية. فلو بصيت في السؤال في عندي 200 و200، فاللي قد بعض دول هيبقى واحد 200 اللي هو مثلا الملابس، الملابس لان هي قد مين؟ قد ايجار الشقة، الشقة هما دول اللي هما 200 و200، دول الاتنين قد بعض. يبقى الطعام كان 800 والملابس 200 قد ايجار الشقة اللي هي 200 برضو، فلان الجزء الاخضر ده قد الجزء الاحمر. طيب والجزء الاصفر اللي هو اكبر منه؟ لا ده اللي هو 400 اللي هو مين؟ اللي هو المواصلات والعلاج، مواصلات خلاص وعلاج تمام. نيجي بقى، بس هو احنا كده مثلنا كل القطاعات اللي عندي في الشكل، هيبقى ال 800 الطعام، وال 400 المواصلات والعلاج اللي هو الجزء الاصفر، والملابس اللي هي قد الشقة كلهم الجزء الاحمر والاخضر. طيب نيجي لاخر مثال عندي اللي هو قام امين المكتبة بحصر عدد الكتب الموجودة في المكتبة وانواعها، فوجد ان ربع عدد الكتب دينية والربع التاني ادبية والنص عدد الكتب علمية، مثل ذلك بالقطاعات الدائرية، واذا كان اجمالي عدد الكتب 800 فاوجد عدد كل نوع من الكتب. طيب جميل قوي. اول حاجة انا هرسم دائرة، رسمت انا دائرة، هو قال لي ايه؟ قال لي ان نص الكتب، نص الكتب اللي موجودة عندي علمية، يبقى اجي اقسم الدائرة، ارسم خط كده في نص الدائرة خلاص، يبقى نص الكتب اللي موجودة عندي دي علمية، يبقى انا احط هنا الكتب خلاص العلمية، دي الكتب العلمية اللي هي نص الدائرة بالظبط. عرفت منين؟ لان هو في السؤال قايل ان نص عدد الكتب علمية. طيب وايه تاني؟ قايل لي ان ربعهم، ربع الكتب الباقي دينية والربع التاني أدبية، فأنا بقي لي نص دايرة هقسمه لربعين، ربع وربع خلاص، أجي أرسم خط كده ربعين خلاص، هيبقى ده الأدب، ربع منهم أدبي وربع منهم الكتب الإيه؟ الدينية. يبقى هنا الكتب دينية خلاص، والكتب التانية اللي هي الأدبية خلاص. طيب يبقى انا كده خلصت مثلتهم بالقطع. هو عايزك بقى تجيب عدد الكتب كلهم، كل الكتب كام؟ 800. عايزني اجيب عدد كل كتب، هقسمهم على 2. ليه على 2؟ عشان اجيب نصهم. نص ال 800 كام؟ 400. طيب واحنا قلنا مين اللي النص، مين اللي بيمثل النص؟ الكتب العلميه. يبقى ال 400 دول هم الكتب العلميه، الكتب الايه؟ العلميه. طيب عايزين نجيب الربع والربع، يبقى انا اخد ال 800 اقسمها على 4 عشان اعرف ربعها كام. ربع ال 800 لو قسمناه على 4 هيطلع 200، يبقى انا عندي 200 هيمثل عدد الكتب الدينية اللي هما الربع الاولاني، والربع التاني يا حلوين يا شاطرين اللي هما ال 200 التانيين هيمثل برضو الادبية. يبقى عندي الكتب العلمية اللي موجودة عندي طلعت 400، احط عليها 400، والكتب الدينية 200 لان هم ربع ال 800 200، والادبية برضو ايه ربعها، فهتطلع هي كمان 200 تمام. وبكده ان شاء الله هنكون خلصنا درس النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، وده اخر درس في المنهج، ونتقابل ان شاء الله السنة الجديدة باذن الله، ان ربنا احيانا واستودعكم الله.